بعد مرور سنوات حاول من خلالها الإرهاب ومن يقف خلفه تدمير عراقة وتاريخ خانات حلب، باءت هذه المحاولات بالفشل ولم تجد نفعا أمام العزيمة والإرادة التي يتحلى بها أبناء المحافظة. فقد عاد خان المشهد وصابونه العتيق في منطقة جبل شلبي فاتحا أبوابه مرحبا بزواره مرة أخرى ونافضا كل غبار الحرب التي تحولت لمحفز للنجاح. صناعة الصابون صناعة قديمة بمدينة حلب عمرها آلاف السنين، لكن العائلات اللي لازالت عم تعمل بالصابون لحتى الآن وعمال تشتهر هي عائلات قديمة اللي مضى عليها بحدود 400 عام تقريبا. شجرة الزيتون شجرة مباركة بتعطي الزيت وبتعطي الصابون وبتعطي البهرين. حافظنا على التراث القديم، حاولنا نعمل صناعات جديدة مثل مثلا البيلون، ضفنا عملنا شامبو بالبيلون، شامبو بالدريرة. رممنا هذا الخان اللي كان متعرض للخراب، رممناه من أول وجديد لنورجي العالم إنه حلب عصية عن الإرهاب، حلب عم ترجع بتعيش مرة تانية، حلب ما بتموت. ترميم هذا الخان يعد نموذجا للحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية، ولا سيما أنه مرتبط بمهنة شعبية وتراثية لأبناء المدينة. ما حدا فينا يستغني عن زيارة العطار، والقادم أجمل هدية ممكن ياخذها من الحلبيات الشرقيات الموجودة هون، أو العطور أو الصابون الحلبي. الأحجار اللي فيها بالصابون بالعلاقة اللي فيها، فنحن كل ما لنا بحلب وبسوريا عم نطور العلاقة أكثر وأكثر. مبادرة كتير حلوة، شغلات حلوة عم تحيي سوريا كلها، وخاصة تراث الحلبي، عم نجدد تراث الحلب. يبقى الهدف ثابتا هنا حلب، لتكون عبر هذه الخطوة التي تهدف إلى صون الهوية الثقافية أيقونة للتراث والأصالة والتاريخ. خطوة تأتي تكريسا للمكانة الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية لمدينة حلب التي كانت وستبقى نبض سوريا التجاري. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.